هذا الدواء غير موجود الآن، كلمات سمعها المواطنون في عديد الصيدليات، صيدلية زرناها لنعرف أي دواء هو المفقود. عندنا نقص في الدويات نتاع التيغويد نتاع الغصة، عندنا كلكو زونتي انفلاماتوار زاد مقطوعين قاعدين بتوا، مانيش الكمية مش موجودة برشا. فما شوية نقص في دويات الأعصاب بصفة عامة، مش برشا ما فما شوية. الأمراض المزمنة شوية، دونك الأمراض المزمنة في مثلا في التونسيون عندنا شوية أدوية ناقصة. الصيدلية الخاصة وجدت ظلتها في الأدوية الجنيسة فوفرتها لحرفائها، في حين يتعمق مشكل نقص الأدوية في المستشفيات. عندي دواء ب 30,000، بعثني باش نخدم الفارماسية ما ثماش، تو أنا ما عنديش فلوس، منين باش ناخذ 30,000؟ مو أوبليجي الدواء هذا، فهمتني؟ يلزمني ناخذ، ها وخلك ما عنديش. إذا كان باش تدخل للفارماسي تقعد بالسوايع ما تلقاش حتى دواء، وإذا كان لقيت دواء 10 دوايات ما ثماش، هاي السيرتيفيكا وشوف الدواء. ساعات تلقي وساعات ما تلقيش، ثم النقص ديما موجود، مو اللي يقول لك ماهوش موجود راهو غالط في الحكاية. حول نقص الأدوية كان رد أحد المسؤولين. ميزانية المستشفى أكثر من 60% مصروف الأدوية، ونركزوا على الأمراض المزمنة. كما شفتوا ثم أدوية من 90 دينار و 300 دينار متوفرة للمريض اللي راقد وللأمراض المزمنة وما هيش ناقصة. بعض الأحيان ثم نقص في دواء من الأمراض الأخرى اللي غير مزمنة، يراجع المستشفى بعد أسبوع ونوفره له. دعم الميزانيات المخصصة للأدوية مثل أحد النقاط الأساسية لخطة شاملة.